السلام عليكم شباب، ازيكم؟ فيديو النهارده ان شاء الله هنغطي فيه الشيت الثاني بتاع المسامير اللي هو عنوانه فاستنرز ديزاين 2. خلاص، والمفترض ان ده تكمله على الشيت بتاع المسامير الاولاني. ماشي، طيب الهدف او الاوبجكتيف بتاع الشيت ده بتاع النهارده ان شاء الله يعتبر نهايته نفس نهايه الشيت اللي فات باختلاف بسيط هقول لك عليه دلوقتي. المفترض الهدف بتاع القصه بتاعت المسامير ككل ان انت تطلع او تختار او تعمل سيلكشن للجريد بتاع المسمار. طبعا بعد ما تكون حسبت الاستريسز اللي عليه، ماشي؟ وعلشان تحسب الاستريسز اللي عليه محتاج تعرف التايتنج تورك اللي انت محتاج تربط بيه، وعلشان تعرف تحسب التايتنج تورك اللي انت محتاج تربط بيه المسمار محتاج اصلا تكون مطلع حاجه اسمها اف اي او الانيشال تنشن اللي فيه المسمار. طيب الشيت اللي فات ده الاختلاف بقى، الشيت اللي فات الاف اي كانت بتبقى جيفن وبناء عليه بتاخدها بتكمل بيها خطوات المساله وتختار في الاخر الجريد بتاع المسمار. المره دي او في الشيت ده لا، احنا مش هنديك الاف اي، هيبقى هدفنا ان احنا نحسب الاف اي او نطلع الاف اي نفسها. ماشي كده؟ طيب علشان اطلع واقدر اطلع الاف اي هي طريقه من اثنين، اما انك انت تستخدم قانون، ومفترض القانون ده الدكتور ادهولك في المحاضره، او انك تستخدم طريقه جرافيكال ترسم كده رسمه بسيطه جراف يعني خلاص، ومن خلالها تطلع الاف اي. يبقى طريقه اناليتيكال وطريقه جرافيكال، طريقه بحساب باستخدام قانون تحسب بيها الاف اي بشكل مباشر، او مجموعه خطوات ترسم رسمه جراف تطلع بيها ايه الاف اي. طيب علشان اصلا تقدر تنفذ الكلام ده في القانون او بطريقه جرافيكال محتاج خمس حاجات. حاجتين احنا ركزنا عليهم كويس الشيت اللي فات، اللي هم الستيفنس بتاعت البولت السي بي والستيفنس بتاعت الجوينت السي جي. بالاضافه الى كده هتحتاج حاجه اسمها الاف اكسترنال او الاكسترنال لود اللي بتاثر على المسمار، ماشي، وحاجه اسمها ريزيديوال لود اف ار، ماشي، والاف ماكس. طيب تعال نقولهم كده ونحطهم على 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 سبوره قدامنا. السي بي والسي جي دول ما فيهمش مشاكل، عرفت المره اللي فاتت بالظبط على حسب نوع المسمار المستخدم على حسب شكل الوصله الى اخره تقدر تحسب دي وتقدر تحسب دي. يبقى انت ايا كانت القصه ايا كان السيناريو بتاع المساله تقدر تحسب الاثنين دول بغض النظر عن بعد كده. طيب ده الشيت اللي فات هنا منه تماما. الثلاث حاجات التانيين اللي احنا قلنا عليهم اللي هم هتستخدم الاف اكسترنال اف ريزيديوال اف ار واخر حاجه الايه؟ الاف ماكس. تمام؟ طيب الاف اكسترنال هي دي اللي ايه؟ اللي معضله شويه، هي دي اللي فيها شغل. مسافه ما طلعتها هتقدر تطلع الاف ار والاف ماكسيم، الاف ار بتبقى نسبه من الاف اكسترنال اصلا او بتبقى فانكشن في الاف اكسترنال، يعني من الاخر كده انت طلعت الاف اكسترنال برقم او بفاليو، الاف ار هتبقى 50% منها او 0.5 منها او 1.1 منها او 9 من 10 منها ايا كان. يبقى النسبه دي ممكن تبقى جيفن او هتلتزم بالنسبه للدكتور ايه؟ قالها لك قبل كده في اللكتشر. تمام؟ طيب بعدين الاف ماكسيم هتبقى عباره عن قيمه الاف اكسترنال اللي سيادتك حسبتها زائد الاف ريزيدو اللي سيادتك بعد كده حسبتها بمعلوميه الاف اكسترنال، هتجمعهم على بعض هتطلع لي مين؟ الاف ماكسيم. وبالتالي مشكلتي الوحيده دلوقتي هي مين؟ الاف اكسترنال. فدي اللي احنا هنهتم بيها قوي في الشيت ده، وتحديدا في المساله الاولى مش عاوز منك اكتر منها. يعني هو في المساله الاولى بيديك كذا حاله او كذا سيناريو كده، ومطلوب من سيادتك انك تطلع لي فقط ايه؟ قيمه الاف اكسترنال اللي بتاثر على المشروع، مسافه ما طلعتها المفترض تكمل عادي. طب هتاخد الخمس حاجات دول وتعمل بيهم ايه زي ما اتفقنا؟ هتاخد تخش بيهم هما الخمسه بحيث ان انت تطلع ايه؟ قيمه الانيشال تنشن او الاف ار. طيب بعد كده المفترض هتطلع هتاخد الاف اي دي هتطلع بيها ايه؟ هتحسب بيها التي 1 اللي انت عارف ان هي فانكشن في الاف اي، وتحسب بيها التي 2 اللي انت عارف ان هي ايه؟ فانكشن برضه في الاف اي. وبعدين هتقول لي ان التوتال تايتنج تورك اللي سيادتك محتاج تربط بيها بعباره عن تي 1 زائد تي 2 اللي انت حسبتهم بمعلومية مين؟ الاف اي. هتاخد بعد كده الليله دي يبقى دي تاني قصه، تحسب بعد كده ستريسز. والستريسز احنا يعتبر برضه قسمناها اثنين لو تفتكر. ستريسز وقت الربط وسميناها اسامبلي ستريسز، وستريسز وقت الشغل او الاوبريشن وسميناها وركينج ستريسز. وقلنا انا هنا الستريس اللي انا مهتم بيه بما اني بعمل سيلكشن للمسمار الستريس اللي على المسمار. وقت الربط المسمار بيبقى متعرض الى او لايه؟ لتي 1 متعرض لايه؟ لاف انيشال. وقت الوركينج المسمار متعرض فقط لايه؟ لاف ماكس. طيب
تي واحد هينتج عنها تاو واف اي هينتج عنها سيجما. اف ماكسيمم هينتج عنها سيجما. هتاخد دي تحسب بيها تاو ماكسيمم، تاخد دي ودي تحسب بيها تاو ماكسيمم، وبناء عليه تقدر تحددي دلوقتي الماكسيمم ستريس اللي بيحس بيها المسمار، او كومباين ستريس يعني الماكسيمم اللي بيحس بيه المسمار. بعد كده تبدا تعمل سيلكشن للمسمار كجريد بنفس الطريقه اللي احنا قلناها. لما قلنا مثلا جريد، ناخد مثال، لو قلنا جريد 3.6 ده معناه ايه؟ ده تستفيد منه من السيجما يلد بتاعت المسمار اللي الجريد بتاعه 3.6 يساوي 3 في 6 يعني 18 في 10 يعني 180 ميجا باسكال. بناء عليه انت حسبت هنا التاو ماكسيمم تاخد فيهم الاكبر زي ما عملنا الشيت اللي فات، وبعدين تبدا تختار ايه؟ على اساسه جريد يكفي ان هو يغطي الايه؟ اللودز او الاستريسز اللي هو اصلا المسمار متعرض ليها. ماشي؟ فده السيناريو. يبقى هنا عرفنا ايه المره اللي فاتت؟ عرفنا دي وعرفنا دي. خلاص؟ ومجازا كده ادينا لك الاف اي، قدرت انت تحسب تي 1 وتي 2. وبعدين دخلت على السيستم ده بتحسب الاسامي والوركينج بما انك خلاص عرفت تي 1 وتي 2 والاف ماكسيم هو الى اخره. ماشي؟ وقدرت توصل لاخر مرحله من غير ما تكون انت اصلا حاسب ايه؟ الاف اي. فهدفنا النهارده ان احنا اولا دي اللي هيبقى مبني عليها قيمه الاف اي والاف ماكسيمم، وبعدين هناخد الخمسه نشتغل بيهم نطلع الاف اي، وبعدين هنكمل نفس الخطوات يعتبر زي ما عملنا ايه في الشيت اللي فات. تمام؟ طيب تعالى دلوقتي بقى ناخد اول سؤال في المساله في الشيت انا اسف، ونشوف هنتصرف ازاي ونشوف طالب ايه يعني. المساله الاولى بتقول ايه؟ قايل لي ذا شون فيجرز اللي هي في المساله الاولى البريزنت ذا اوت لاين اوف فاريس سكوير ثريد 22 في 5 فور سكرو بيز ميكانيزمز. ذا فريم از فاستن تو ذا بيز باي نمبر اوف 8.8 تاب بولز اوف ام 10 في 41. فاداك مقاس المسمار والجريد بتاعه وان هو مستخدم كتاب بولز. طيب يبقى اول معلومه محتاج تعرفها ان المسمار تاب بولز مقاسه ام 10 في 1.25 ومتصنع من جريد 8.8. تمام؟ طيب بيقول لي the frame is fastened to the base by 4 bolts in figure 1 و 2 و the frame is fastened to the base by 8 bolts 8 مسامير في figures 3 و 4. The bolts are arranged in rows متنظمين في صفوف وكل صف فيه 2 بولت بين قوسين 2 بولتس بير بول بير روم. And the maximum load per bolt is 35000 نيوتن. دي مين دي؟ دي اف ماكسيمم اللي انا قلت لك واحده من الخمسه اللي انت محتاجهم علشان تحسب بيها ايه؟ اف اي. يبقى قيمه الاف ماكسيمم تساوي 35000 نيوتن. هنشوف بقى هنحتاجها ولا مش هنحتاجها على حسب المطلوب. كالكليت ذا اكسترنال لود بير بولت فور ذا فولوينج ميكانيزمز. اف ذا اكسل لود اف بتساوي 10 يبقى انت المطلوب من سيارتك احسب قيمه الاف اكسترنال اللي على المسمار بكام؟ في حاله لما يكون الاف اللي بتاثر بتساوي 10 قيمه. هشوف هقول لك دلوقتي ايه. المفترض ان انت اساسا المسمار ده او المسامير دي مستخدمه في ان انت تربط بيها الفريم في الارض او في البيز. الفريم نفسه متاثر بحمل، الحمل ده هو الايه؟ الاف. واللي مانع حركه الفريم من مكانه هي المسامير. بناء عليه نتيجه وجود الاف دي هيبدا المسمار يحس بالاف اكسترنال وهي دي نمبر 1. ماشي؟ هتوضح لك اكتر لما نتكلم في اول فكره، فكره واحد. ماشي؟ طيب منظره كالآتي، آدي عندك باور سكرو ونهاية الأنفل والفورس اللي بتأثر عليه أهي F اللي هي بكام؟ ب 10 كيلو نيوتن. وده الفريم بتاع الباور سكرو بتفاصيله بقى بغض النظر، ده سيمبل كونستراكشن يعني أهو، وأدي الفريم أهو شكله عامل كده، والفريم ده واخد يعتبر شكل شبه الزد، والفريم ده مربوط في الارض اللي هي دي المنظر ده باستخدام مسامير، مسامير هنا ومسامير هنا، ومديك شويه ابعاد. تمام؟ طيب رقم واحد بيقول لك ان من اللاين اوف اكشن بتاع الفورس لحد بدايه الفريم ابعاد من هنا لغايه بدايه الفريم اهو هنا لحد اول خط في الفريم خالص، المسافه دي مديها لك بكام؟ ب 100 و50 ملي.
صح كده؟ تمام. من النقطة دي أو من بداية الفريم لحد أول صف مسامير المسافة دي 100 مللي. من الصف ده للصف الثاني بتاع المسامير المسافة 50 مللي. ومن الصف الثاني لنهاية الفريم الناحية الثانية هنا يعني 25 مللي. سيبك من الإيه؟ من المنظر ولكن الأبعاد إيه؟ بالمنظر. تمام؟ طيب دلوقتي سؤال، الفريم ده تحت تأثير الحمل اللي اسمه 10 كيلو نيوتن، الحمل اللي بيأثر على الفريم، هل هو هو اللي هيأثر على المسامير؟ مش بشكل مباشر، ولكن نتيجة وجوده المسامير هتحس بدفع اكسترنال، دي اللي أنا عاوز أكسبها. طيب، الفريم ده نفترض إن المسامير مش موجود تحت تأثير الحمل اللي اسمه 10 اللي بيأثر لفوق، هياخد الفريم ويعمل دي حاجتين، إيه هما؟ رقم واحد بوضعية الفريم زي ما هو هيبقى عاوز يتحرك لفوق، واللي منع الكلام ده المسامير، يبقى ده مبدئياً هيتسبب في شد مباشر على المسامير. الشد المباشر هنسميه اف ان اختصارا للنورمال فورس يعني رمز. تمام. رقم اتنين، تاثير الاف دي بتعمل ايه تاني؟ تبقى عاوزه تلفف الفريم. طب تلفف الفريم حوالين انهي نقطه؟ ابعد نقطه ممكن تلف حواليها اللي هي النقطه دي اللي هي نقطه ايه؟ تعالى نسميها او. ساعتها برضه نتيجه ان هو عاوز يلف ومش بيلف تحت تاثير وجود المسامير او بسبب وجود المسامير، يبقى ساعتها برضه المسامير هتحس بشد تاني هنسميه اف ام. ام دي اختصار لمومنت، نتيجه ان الفريم بيحصل عليه مومنت او الفريم عاوز يلف. فده زائد ده الشد اللي حصل نتيجه التاثير بتاع الشد المباشر اللي حصل من المسمار، والشد اللي حصل نتيجه تدوير الفريم او المومنت اللي حصل على الفريم، مجموعهم هو ده مين؟ الاف اكسترنال اللي احنا بندور عليه. تمام؟ طيب الاف ان سهله. قال لك دلوقتي خد لي اللود واقسمها على عدد المسامير اللي موجوده، في الرسمه هو قايل لك ان في بير رو 2 ام 10 في 1 وربع. بير رو يبقى كل صف فيه مسمارين، زي ما هو حكى لك في اول المساله اصلا. مسمارين، كل مسمار ام 10 في 1 وربع. تعالى نسمي الرو ده واحد والرو الثاني اثنين. يبقى انت عندك هنا كام مسمار؟ في الصف الاولاني فيه مسمارين، الصف الثاني فيه مسمارين، يبقى توتال اربعه. الفورس اللي بتاثر عايزه تشد الفريم لفوق، واللي مانع الشد بتاع الفريم او حركه الفريم لفوق المسامير. لولا وجود المسامير ما كانش الفريم قاعد في مكانه، صح ولا غلط؟ يبقى ساعتها الاف هتتقسم على عددهم، وهو دي قيمه الاف اللي احنا بندور عليها. يبقى مبدئيا الاف ان هتساوي قيمه الاف على عدد المسامير، تعالى نسميها ان كابيتال مثلا. طيب الاف بكام؟ ب 10 كيلو نيوتن، على الان اللي هي عدد المسامير باربعه، يعني 2.5 كيلو نيوتن كل مسمار حاسبه. ده اول جزء في الاكسترنال لود. ماشي؟ طب سؤال، لو الاف دي اتعكست، لو الاف دي اتعكست لتحت، هل هنا المسمار حاسس بحاجه؟ حاسس بشد؟ كاف ان؟ لا، ليه؟ لان دلوقتي انت وانت بتزق الفريم لتحت، اللي منع الفريم من الحركه لتحت هو البيز وليس في المسامير. يعني شيل المسامير وزق لتحت. سيبك من التدوير، انا مش بتكلم على التدوير، انا بتكلم على الشد المباشر اللي حصل في المسمار. زق لتحت، هتلاقي ان الفريم خابط في البيز وبالتالي المسمار نفسه ما حصلش فيه حاجه. صح؟ وبالتالي الاف ان دي عمرها ما تظهر غير لما الفورس تكون عكس وضعيه المسامير، يعني عايزه تشد المسامير. وساعتها الفريم هيتحرك، ساعتها لو المسامير مش موجوده الفريم هيتحرك. يبقى ساعتها المسمار حس فعلا بالشد اللي هو قيمته قد ايه؟ اف ان. اف ان بكام؟ قيمه اللود اللي بتاثر على عدد المسامير كله. اللي هي في حالتنا دي اربعه. ايا كان بقى عدد المسامير الموجود في المساله 6 8 10 ايا كان. حالتنا دي اربعه. واضح؟ طيب تاني تاثير زي ما اتفقنا اللي هو مين؟ نتيجه ان الفريم عاوز يلف. يوم ما يحب يلف تحت تاثير الحمل ده، تخيل هيلف حوالين ابعد نقطه يقدر يلف حواليها. مفيش اي نقطه ثانيه هيبدا هيحاول يلف حواليها. ابعد نقطه دي اللي هي اقصى نقطه ناحيه الشمال في حالتنا دي. الميكانيزم ده صح؟ مين مانع ان الفريم يلف؟ برضه ايه؟ المسامير. صح؟ يبقى هيحصل فيها شد اضافي هو اسمه ايه؟ اف ام. عاوز احسب اف ام. ماشي. طيب يبقى دي اول جزئيه اهو، ودي تعتبر تاني جزئيه. اف ام عشان احسبه. رقم واحد هتستخدم هي معادله واحده كده هتنفذ فيها على طول. اف مضروبه في كام؟ هقول لك كل ترم دلوقتي يساوي اف ام 2 على ال 2
مضروبه فيه. ان واحد ال واحد سكوير زائد ان اتنين ال اتنين سكوير. نتأكد اف في ال مظبوط ال على ال يديك الاول هتناول كده اف واحد نظريا تمام ماشي. طيب بسرعه كده ايه هي الاف؟ هي قيمه اللود اللي متأثر على الفريم اصلا اللي هي 10 نيوتن ماشي. والال البعد بتاع اللاين اوف اكشن بتاع الفورس اللي اسمها اف عن نقطه الدوران اللي احنا اخترناها مع بعض اللي هي الاو اللي هي في حالتنا هي تكون كام يعني؟ 150 و100 250 و50 300 325 دي الاي. طيب اف ام 2 وبناء عليها هيبقى السبسكريبت 2 هنا 2. ايه اف ام 2؟ الاكسترنال لود نتيجه المومنت على المسمار. طب انهي مسمار؟ اللي في الصف الثاني. طب اشمعنى اخترت الصف؟ والله يا باشا براحتك. عايز تختار الاول هتحطها هتسميها دلوقتي اف ام 1. عايز تختار اثنين هتسميه اف ام 2. يبقى انت بتدور على ده في حالتنا دي. لو عايز تجيب لي الشد اللي بيحصل في واحد هتحسبها واحد بشرط انك تقسم على بعد بتاع ايه؟ الصف الثاني او الاول على حسب ما انت اخترت. في حالتنا دي احنا اخترنا اف اكسترنال نتيجه المومنت اللي هي اف ام في الصف الثاني، يبقى لازم اقسم على البعد بتاع الصف الثاني من نقطه الدوران اللي هي في حالتنا دي تكون 75 ماشي. عاوز تحسب اف ام 1 يبقى هتسيب لي هنا انون اسمه اف ام 1 بس تقسم ساعتها على ال 1، ال 1 اللي هي بعد صف 1 عن نقطه الدوران اللي هو في الحاله دي هيكون 25. طب انا ليه اخترت اف ام 2 وبناء عليه قسمت على ال 2؟ لان ده الابعد عن نقطه الدوران كصفوف. وطبعا الابعد هيتشد اكتر. بص كده دلوقتي لو الفريم اهو وادي البيز وسيادتك رابط بمسمار من هنا ومسمار من هنا وانت بتلف هنا، يوم ما ده يحب يلف هيعمل كده. مين هيحصل فيه سترين اكبر؟ ده ولا ده؟ اكيد الابعد عن نقطه الدوران اللي هو 2 بالنسبه لي، ونتيجه ان هو حصل فيه سترين اكبر يبقى اتشد بقيمه اكبر، يعني اف اكبر. يبقى هي دي الكريتيكال بالنسبه لي، كلما بعدت عن نقطه الدوران المسمار بيتشد بقيمه فورس اعلى. فلو امنت الكبيره يبقى انت كده حسبت الاف اكسترنال الاكبر وبناء عليه النظام بتاعك هيبقى مرسي او هيبقى سري. معايا؟ يبقى انا هنا اختيار اتبنى على الصف الثاني بسبب ان هو ابعد عن نقطه الدوران. كان ممكن اعكس المسميات بس انا في الاخر برضو باخد الصف الابعد عن نقطه الدوران اللي هي الاولى. ماشي؟ بسبب ان الابعد بيتشد اكتر. شد اكتر يعني هو حاسس بشد كفورس اكبر. عارف؟ طيب. وبعد كده اللي جوه القوس ده ثابت. ان 1 ال 1 سكوير زائد ان 2 ال 2 سكوير. لو عندك صف ثالث ان 3 ال 3 سكوير وهكذا ماشي. احنا في حالتنا دي مش بالصفين عشان كده اكتفينا بايه؟ بواحد واثنين. ان 1 عدد المسامير اللي في الصف الاول اللي هتكون هنا كام؟ 2. ال 1 بعد الصف الاول عن نقطه الدوران اللي هي 25 سكوير. ان 2 عدد المسامير اللي في الصف الثاني اللي هي برضه 2 مضروبه في ال 2 سكوير اللي هي بعد الصف الثاني عن نقطه الدوران اللي هي 75. تعالى نعوض بالارقام. اف بكام؟ 10 كيلو نيوتن مضروبه في كام؟ في بعد الاف عن نقطه الدوران 150 150 و25 325 تساوي قيمه اف ام 2 دي اللي انا بدور عليها. خلي بالك زي ما قلت لك في اف ام في الصف الاول مختلف عن اف ام اللي في الصف الثاني. الصف الثاني اكبر لان هي ابعد ونتيجه ان هي ابعد فبيحصل فيه سترين اكبر. سترين اكبر يبقى ستريس اعلى يعني فورس اعلى. عشان كده هختارناها هنا ودي اللي انا هدور عليها ودي اللي انا هاخدها اكمل بيها واحسب بيها الاف اكسترنال ماشي. ال 2 بعد الصف الثاني اللي هو الصف الابعد عن نقطه الدوران 75 مضروب فيه عدد المسامير اللي في الصف الاول 2 في البعد سكوير 25 سكوير زائد ان 2 عدد المسامير في الصف الثاني 2 ال 2 75 سكوير. وقفنا النون وحيد اسمه ايه؟ اف ام 2 يساوي كام؟ تطلع هيطلع في حالتنا دي لو انا مش غلطان 19.5 كيلو نيوتن. ماشي؟ في بس نقطة هنا علشان نحكم عايز اقولها يعني في نقطة عايز اقولها علشان نحكم مين من دول موجود.
احنا اتفقنا خلاص لو المسمار الفرصه اللي بتاثر على الفريم المسمار مانعها او مانع الفريم انه يتحرك تحت تاثيرها يبقى مبدئيا في اف ان بكامل اف ان قيمه الفرصه على عدد المسامير الكلي اللي هي التوتال نمبر اوف بوينتس اللي هي بالنسبه لي اسمها ان اللي هي 10 على 4. لو عكست اتجاه الفرصه تبقى لتحت ساعتها اف ان بزيرو مفيش اف ان ماشي؟ لان يعني المسمار دلوقتي ما قامش بدور انه يمنع الفريم انه يتحرك اللي مانع الفريم انه يتحرك لتحت لو عكست اتجاه الاف يبقى البيز نفسه وليس المسمار يبقى المسمار ما حسش بشد اضافي. اف ام موجود موجود امتى يبقى موجود؟ لما الاقي ان الفورس دي مش بتاثر في سي جي مسامير. ايه ده؟ يعني ايه سي جي مسامير؟ دلوقتي انت عندك هنا ايه؟ صفين مسامير. الصف الاول فيه مسمارين ورا بعض والصف الثاني فيه مسمارين ورا بعض. تعالى نرسم الرسمه دي عشان تتخيل. اكن مثلا عندك كده ادي الفريم بالمنظر ده وهنا ادي الصف الاولاني وده الصف الثاني وراه المسمار الثاني ماشي. دلوقتي دي مربوطه في ايه يا باشا؟ دي مربوطه في اعلى صح؟ اهي وادي الاعلى باستخدام المسامير والفورس اللي بتاثر لو قلنا ان ده باور سكرو مثلا اهو بتأثر على الانفل بتاع الباور سكرو بالمنظر ده. فالباور سكرو عاوز ياخد الفريم كله ويلففه صح؟ تحت تأثير الحمل اللي اسمه اف. فيوم ما يلف هيلف حوالين النقطة دي زي ما اتفقنا اللي هي نقطة الاو. ماشي؟ فاللي مانع الدوران وجود المسامير هنا. والرابع كمان اللي مش باين. مظبوط؟ فهيحس بشد ايه؟ اضافي. تمام؟ فهنا لو انت جيت بصيت على المسامير دي من فوق هتلاقي ان هي رسمة شكل. ادي سنتر لاين مسمار 2 3 4 مش هم عاملين كده من فوق ادي التقب مثلا او ادي المسمار نفسه راسمين مربع تقدر تحدد سي جي الشكل ده سي جي الشكل ده فين؟ مربع في النص لو الفرصه اللي بتاثر على الفريم بتعدي سي جي رصه المسامير يبقى ساعتها مش هيبقى في عندك غير اف ان ده لو لفوق لو بتشد المسمار لو الفرصه دي بتاثر من النص يعني من سي جي مفيش اف ام في فقط اف ان ماشي لو مش بتاثر من سي جي المسمار يبقى لازم هتظهر لك اف ام وهتعوض او هتجيبها ازاي؟ هتجيبها بالقانون ده وزي ما اتفقنا على الترمات بتاعت ايه؟ كل رمز فيها ماشي؟ جميل فعرفنا هنا امتى اف ان تظهر وامتى اف ام تظهر ففي حالتنا دي في اف ان واف ام بسبب ان الفورس اللي بتاثر مش بتاثر من سي جي المسامير خلاص وفي نفس الوقت الفورس دي بتاثر ان هي بتشد المسامير وبالتالي ظهر لي الجزء بتاع اف ماشي يا رب الدنيا دي تبقى واحد تنزل واحد بس خلاص يبقى الاف اكسترنال هتاخد القيمه دي والقيمه دي تجمعهم على بعض هي دي قيمه الاف اكسترنال اللي في الجرح ماشي طبعا هنا يا جماعه بصوا بس عشان برضو ايه لو حد متلخبط انا دلوقتي لو حطيت اف ام واحد وال واحد لازم ساعتها كنت اسمع ال واحد ودي هي هي ودي هي هي ايه اللي كان هيفرق؟ ايه اللي كان هيفرق؟ كان الاف ام واحد كانت هتطلع بفاليو، الفاليو اللي هتبقى اكبر، سوري اصغر. لو اخدتها وبناء عليه حطيتها هنا واستنتجت اف اكسترنال وكملت بقى حساباتي يبقى انا كده بقول ان الاف اكسترنال اللي انا اخدتها واستخدمتها دي هي فعليا اصغر، انا عارف كده. يبقى يعتبر انا بنيت حساباتي بعد كده على اف اكسترنال اصغر، طب الكبير اللي هو اثنين اللي قيمه الشد اللي فيه نتيجه المومنت اكبر هيتكسر. لان انا صممت على الواحد الاقل. بينما لو كنت انت مصمم على اثنين زي ما عملنا دلوقتي او زي ما عملنا على السبوره يبقى واحد امان لانه مشدود اقل. وكده كده وقت التصميم والتصنيع والتنفيذ انت بتستخدم الاربع مصاميم بنفس المقاس. ليه؟ فور يونيفيكيشن عشان اعمل توحيد في الاجزاء. مش هبني الصف ده على مقاس والصف ده على مقاس، مش هعمل كده. هشوف المور كريتيكال اللي هو في حالتنا دي ابعد واحد عن نقطه الدوران اللي هو الصف الثاني. وبناء عليه ابدا اختار له الاف اكسترنال واكمل حساباتي واختار جريد وهو الى اخره وفي الاخر اقول الاربعه هيبقوا المقاس ده ايفن دول انا عارف ان واحد متحمل اقل نتيجه تكون اقرب معايا يعني يا رب تبقى واضحه ماشي يا جماعه طيب تعال نشوف مثال ثاني فيجر 2
قول الكلام، قول الكلام. نفس الفريم المستخدم في فيجر واحد ولكن فقط عكس لك اتجاه الفوش. اف بدل ما بتأثر من تحت لفوق هتأثر من فوق لتحت، والانفل بدل ما هو هنا هيبقى الانفل من فوق من هنا. والفورس عامل كده، ونفس القيمه اف بتساوي 10 كيلو متر. دي اللي قلتها لك في ايه؟ في اول مساله خالص. طيب المره دي بقى تحت تاثير الحمل ده مبدئيا، عشان نكرر، اف اكسترنال هتساوي كام؟ هي مبدئيا ممكن تساوي اف ان زائد اف ام، ده قلنا شد مباشر في المسمار، وده نتيجه تدوير الفريم، نتيجه مومنت دي اصلا، شد ظهر نتيجه تدوير الفريم. طيب هل الفورس بتاثر نفس الرص بتاثر من سي جي المسامير او سي جي رصه المسامير؟ لا، يبقى في اكيد ايه؟ اف ام هندور عليها. طيب اف ان موجوده امتى تحكم؟ شوف الفورس دي، هل الفورس دي عايزه تحرك الفريم واللي منع حركه الفريم هي المسامير؟ لا، يبقى مفيش اف ان. يبقى هنا عكس اتجاه، او ان انت عكست اتجاه الاف بدل من فوق لتحت او من تحت لفوق بقت من فوق لتحت، تسبب ان الاف ان اصبحت مسيئه، لان ساعتها مش المسمار هو اللي مانع ان الفريم يتحرك لفوق، او مش هو اللي مانع ان هو يتحرك لتحت، انا اسف، خلاص بناء على الاتجاه ده. يبقى اف ان بزيرو. طب فقط في اف ام بنفس الاسلوب هنشتغل، هنقول عشان اجيب اف ام انا بدور على المور كريتيكال، هقول اف في ال تساوي اف ام على ال، هحط الرموز دلوقتي او احط سبسكريبت دلوقتي، في ان 1 ال 1 سكوير زائد ان 2 ال 2 سكوير. هدور دلوقتي على واحد ولكن هو اللي بيتشد اكتر، الابعد عن نقطه الدوران، هل نقطه الدوران هتفضل زي ما هي زي الفيجر واحد؟ لا، طبيعي دلوقتي تحت تاثير الحمل ده الفريم ده يوم ما يحب يلف هيلف حوالين النقطه دي، يبقى دي الاوبن سبيس مش دي، صح ولا غلط؟ يبقى انا دلوقتي ادي الفورس وادي نقطه الدوران وادي صفوف المسامير بالنسبه لنقطه الدوران، مين ابعد المره دي؟ واحد، يبقى اف ام واحد على ال واحد، ماشي؟ طيب بنفس التفسير او بنفس الاسلوب، اف لاين اوف اكشن بتاعها عن نقطه الدوران دي ال، اللي هي المره دي هتبقى 150، والاف بكوميت 10 في 150 ملي دي ناحيه الشمال تساوي اف ام واحد، دي اللي انا بدور عليها، دي المور كريتيكال فورس اللي في المسمار اللي في الصف الاول. ال1 بعد الصف الاول عن نقطه الدوران اللي هو 150 مضروبه في عدد المسامير في الصف الاول 2، بعد ال1 احنا قلنا ايه؟ 150 سكوير زائد ان 2 2 مسمار على بعد 100 سكوير، بقفل القوس، المجهول الوحيد اف ام 1 يساوي، احسبها دي معلش عشان ما كنتش حاسبها، تقريبا 3.5، هي 3.46 بالظبط، تقريبا 3.5، ايوه هي دي اللي انت هتاخدها تحطها لي في القانون بتاع الاف اكسترنال، وبناء على انت خلاص قررنا ان الاف ان بزيرو، ساعتها الاف ام فقط هي اللي موجوده، يعني الاف اكسترنال هي نتيجه اف ام فقط ب 3.5 كيلو واضحه؟ ماشي، ده كده فيجر 2، تمام يا جماعه؟ طيب فيجر 3 بقى شكله مختلف شويه، نرسمه ونشوف. طيب فيجر 3 الفريم سيمتريك مش من ناحيه واحده،
الباور سكرو المره دي جاي من النص اهو، والفريم يمين، وشمال. ومربوط يمين وشمال. في ايه يا باشا؟ في اللي تحت اللي هو ده. ادي الارض. مربوط بصفين يمين وصفين شمال، ونفس الفكره، كل صف فيه مسمارين، والمسمار الواحد اما 10 فيه 1 وربع. يبقى في صف هنا 2، وفي الناحيه الثانيه صف و2. والفورس اللي بتاكتف فيجر 3 هتكون بتاثر من تحت لفوق، دي القفه بتاعتك اللي هي 10 كيلو نيوتن. تمام؟ طيب. وزي ما اتفقنا ان الصف الواحد او الرول الواحد فيه 2 ام 10 في 1 وربع. يعني التوتال عدد المسامير دلوقتي 2 2 2 2 يعني 8. تمام؟ جميل. والابعاد مديها لك الى اخره، تمام؟ ابعاد موجوده. السؤال بس هنا بقى دلوقتي، الفورس اللي بتاكتف بتاثر في سي جي رصة المسامير، احكم، بص من فوق وقول. لو قلنا مثلا الفريم هو من فوق، هتلاقي فيه مسمارين هنا، مسمارين هنا، الصف الاول الثاني، تعال نسميهم، ادي صف اول، صف ثاني، صف ثالث، صف رابع، ماشي؟ الصف الاول فيه مسمارين، الصف الثاني فيه مسمارين، الصف الثالث فيه مسمارين، الصف الرابع فيه مسمارين. الشكل اللي انت رسمه يعني كان هو ايه بالمسامير ككل اهو، من فوق يعني. الفورس اللي بتأثر بتأثر في النص، يعني في سي جي رصة المسامير، يبقى ساعتها مش هيكون في غير ايه؟ مش هيكون في غير اف ان، يعني معنى الكلام ان الاف ان من زيرو. طبعا مفيش غير مفيش اف ان غير لما تكون الفورس دي بتأثر على الفريم، واللي منع حركة الفريم هي المسامير. يعني لو عكست الفورس لتحت مش هيبقى فيه برضه حاجة على المسمار. طب الاف ان ساعتها هتبقى بكام؟ هتبقى قيمة الفورس اللي هي 10 على عدد المسامير الكل اللي هو 8. اللي هي 1 وربع ده، صح؟ 1 وربع كيلو متر. وهي دي الفاليو بتاعت مين؟ الاف اكسترنال مباشرة. الموضوع سهل خلاص، بسيط، ماشي يا جماعه؟ طيب لو جيت بقى دلوقتي في فيجر 4، ده كده فيجر 3. فيجر 4 عكست لي اتجاه الفورس، الانفل بدل ما هو كده هيبقى من فوق، والفورس اللي بتأثر بتأثر من لتحت وبنفس الفاليو اللي هي 10. طيب برضو الفورس بتأثر في سي جي رصة المسامير، يبقى مفيش اف ام، ماشي؟ دلوقتي فيجر 4 نمسح ده ونتكلم. مفيش اف ام، نتيجه ان الفورس بتاثر في سي جي الرصه بتاعت المسامير. حلو. في اف ام بشرط، هتبقى موجوده بشرط ان الفورس اللي بتاثر على الفريم هتبقى عاوزه تعمل في الفريم حاجه معينه او شد او 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 حركه معينه، واللي منع الحركه دي المسامير. هل ده حاصل؟ لا. وبالتالي برضه الاف ام بكام؟ بزيرو. يعني دلوقتي الاف بتأثر لتحت، باور سكرو، اسنان باور سكرو وصلت الفورس للاسنان بتاع او للفريم عن طريق الاسنان الداخليه بتاعت الفريم، والفريم عاوز يتحرك لتحت اللي منعه البيز وليست المسامير. يبقى المسمار مش حاسس باف ام، يبقى ساعتها الاف اكسترنال اللي حاسس بيها المسمار بكام؟ بزيرو. خلص الموضوع. يبقى يعتبر هنا مفيش تصميم مسمار اصلا في الحاله دي. معايا؟ يعني هو موجود فقط لربط الفريم في مكانه، لكن تحت تاثير الحمل اللي هيتاثر على او اللي هياثر على الباور سكرو المسمار مش هيتشد بشكل اضافي، مش هيحصل له حاجه. موجود في مكانه بنفس غضه. معايا؟ بس فهي دي ايه؟ الفكره بتاعت او دي السيناريوهات المختلفه اللي انت ممكن تتعرض ليها، ان عموما الاف اكسترنال ممكن تحس الاف ان واف ام، اف ان واف ام، ساعات دي ساعات دي ساعات الاثنين ساعات ولا واحده، يبقى هم 4 كيسز، اف ان لوحدها، اف ام لوحدها، اف ان مع اف ام، او اف ان واف ام زي، هم دول الاربعه ايه السيناريوهات اللي انت ممكن ايه تتعرض ليها عموما، ماشي؟ وبتحكم ازاي؟ زي ما اتفقنا اف ام موجوده امتى؟ لما يكون الفورس بتاثر في السي جي، اف ام مش موجود لو الفورس بتاثر في سي جي المسامير.
فقط هيكون في اف ان، بشرط ان الاف ان دي ايه، او سوري بشرط ان المسمار يكون حاسس او مانع الفريم من الحركه تحت السي الاف اللي موجود، ساعتها يبقى في اف ان. تمام، بس هي دي الفكره. ماشي يا جماعه؟ طيب هنشوف بقى المسائل اللي بعد كده.